محوري في الحرب وتدافع عن وطنك، والاهداف لا زالت موجوده، عرفتوا؟ معهم اهداف في كل مكان، احنا ما معنا اهداف. بقصف لك محطه نفطيه قد قصفوا ولا ادوان لا ما كملوا، صح والله؟ وش بقصفوا علينا؟ احنا الطائره التي قد تصل اليهم ب 1000 دولار الى 10000 دولار هي وقفت عليهم نص النفط في المملكه العربيه السعوديه. فالموضوع بسيط يعني، ما هن الموضوع انهم توقفوا هكذا. الله سبحانه وتعالى عندما علم بصدق الناس باخلاصهم توجههم بالدماء التي سفكت من شهدائنا الابطال العظماء حقق لنا هذا. ثم لا تنسوا باننا نواجه اشخاص لا يوجد بينهم وبين الله حبل، فاحنا لابد ان نتمسك بحبل الله، الحبل الذي هو من الله، نتمسك بالقران الكريم ونتمسك بقيادتنا ونسلم لها والنصر حليفنا 100%. لسنا مستضعفين، الله وعد النصر للمستضعفين لا المترفين. من هم المترف؟ هل الشعب اليمني مترف ام اهل السعود المترفين؟ من هو المترف؟ النهيان ولا الشعب اليمني؟ اذا من هو ذي بالحقيقه؟ هل هؤلاء السلسله المترفه هل هي تقيم حدود الله؟ هل هي تؤدي ما امرها الله به؟ هل هي لا تتولى اليهود؟ كل شيء مع اليهود، صح ولا لا؟ اذا فاحنا الحقيقيين. قال جاءك اليوم في السيد حسين الله يرحمه جاء يصلح الدمار، قالوا احنا مستضعفين. ورجع قال انتم بنتخافوا من نقطه القوه لدينا. هذا قال هي نقطه القوه لدينا. فنريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. ونجعلهم الوارثين. قال احنا وعاء النصر الحقيقي لاننا نملك العقيده الصحيحه، نملك المقومات الصحيحه، الايمان الصحيح. لاحظوا سيدي حسين في ذيك الفتره كم يا لو ما كان معنا لا حرب اللوم، وش تسوي؟ من تاريخ انما صاروخ مثل الصومعه في مكتب حتى في المنزل مثل القصبه، قال مثل القصبه كان بعد واجه ذا الدولة. ما أدري وشو ذاك، هكذا كان بيجي هي.